مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة منوعة ومفيدة مع برنامجكم الأسبوعي Weekly Events. بحلقتنا اليوم رح نتناول مواضيع عديدة، معارض، مؤتمرات ومهرجانات للفن التشكيلي والأفراح. طبعاً للمهرجانات الفنية التشكيلية رونق خاص، وهيدا الرونق والتميز كان بارز بمهرجان رغم الألم أنت الأمل يلي أقامته جمعية تالية الخيرية بالتعاون مع الفنان التشكيلي عبد الرحمن محمد بحديقة الصنايع ببيروت. خلينا سوا نتابع الأجواء الثقافية الرائعة والمميزة بهالتقرير. برعاية وحضور وزير الثقافة ريمون عريجي، أقامت جمعية تالية الخيرية بالتعاون مع الفنان التشكيلي النحات عبد الرحمن محمد مهرجان للفن التشكيلي عنوانه رغم الألم أنت الأمل بحديقة الصنايع ببيروت، بمشاركة 200 فنان تشكيلي حضروا من مختلف المناطق اللبنانية. أيضاً شارك فنانون من العراق وفلسطين وسوريا وإيران والأردن، بالإضافة إلى فنانين جاءوا من أمريكا ومن دول أوروبية. اتضمن حفل الافتتاح عدة كلمات، وبلا ما نكتر حكي نروح نشوف الأعمال الفنية بيكون أحسن. تجول الوزير عريجي مع الحاضرين بأرجاء المعرض. كيف بتقيم اليوم المهرجان الفني التشكيلي اللي بيضم 200 فنان تشكيلي جاءوا من لبنان ومن مختلف الدول العربية في إلى حديقة الصنائع؟ طبعا تقييم عالي جدا، لأنه له يعني في شغلتين، في الثقافة وفي الفن وفي الإنسانية والعمل التطوعي. مثل ما قلت، هذا بيعطي صورة حلوة عن الإنسان، صورة الإنسان الأبهى، بعيدا عن صور اللي بنشوفها كل يوم بالقتل والدمار والاستغلال. السجين يشبت بأي شيء، أبسط شيء حضرتك اليوم جاي من العراق لتشارك بمهرجان الفن التشكيلي، خبرنا عن اللوحات اللي منزلها حضرتك وعن أهمية مشاركتك اليوم بهالمهرجان. إن شاء الله، أنا اليوم وصلت من العراق وحامل معي 5 أعمال، طبعا أكثر واقعية. عندي في لوحة اللي هي فرحة السجين، هذه لوحة تعبر عن السجين وفرحته من خلال المسكة البريئة لحمامة السلام. عسى ولعل من خلال هذه الحمامة أنه يصير المنطلق من هذه البؤرة الضيقة إلى. لحنا كلوبي اقتصادي عالمي منوعنا بالاقتصاد، حبينا نوصل رسالة للعالم انه الاقتصاد اليوم لازم يدعم الثقافة. هيدا النوع من الفن اللي عم نشوفه اليوم مجتمع فيه 190 فنان من الوطن العربي برعاية معالي وزير الثقافة اللبناني، هيدا شيء كتير مهم، لحنا لازم نوقف حدهم. بدعوة من جمعية تاليا كمشاركة لمساعدة الأطفال المرضى بالسرطان، وكان هيدا سبب كافي يعني لحتى نجي نشارك، وحبينا انه مثل ما هلا شفتي انه الكل حبوا هاللوحات وانبسطنا بالمشاركه معهم. مجموعه لوحاتي هي انا من المعرض اللي مرق بشهر أيار الماضي، كان اسمه حواء في دائرة الألوان، فهو بيحكي عن المرأة بشكل خاص، عن كل شيء له علاقة بمشاعر المرأة، بشكلها للمرأة، بالجمالية اللي عندها، بعد كل البعد عن الأشياء السيئة، دائما بجرب أبرز الأشياء الحلوة. بس يجتمع الفن والإبداع مع شيء خيري، هيدا بيروح كله للإنسانية، لأنه الفنان إنسان
وهو كتير شفاف وكتير حساس وعم بيشوف هالأوضاع للطفولة، عم بيتضايق كتير وعم بينزعج كتير بشكل إنه عم بحس إنه في تقصير من ناحية الدولة لهالطفولة من ناحية كل الدول مش بس لبنان. بس كيف بالأخص لبنان عنا هالملايين الناس اللي قاعدة عنا والمشردة، هالأطفال يلي هني بحاجة لهيدا الدعم. وتاليا جمعية كتير منظمة وعملنا أول معرض معهم باليونسكو، صار في حضور كتير جيد وصار في مبيعات كتير مهمة وربحت الجمعية، وهيدا اللي فاد الجمعية فادنا احنا كفنانين انه شاركنا. بتاني لقاء لنا كان هلا اهم بكتير لانه عدد كتير كبير من الفنانين. وانا يمكن لوحتي مواكبه للقناه المراه، انا رسمت فيها المراه بصوره انها تتمرد بهذا المجتمع او بين قوسين المجتمع الشرقي لحتى تطالب بحقوقها اكثر. هودي مرحلتين اول شيء معمولين هنا من الصخر الخام، في وطني وفي اجنبي منهم، المواد المصنوعه منهم، وهن بيرمزوا وحده للحنان والعطاء اللي هو الشموخ. نعم نعم، اول وحده. والثانيه ترمز للمراه المتوجه يلي هي لازم كمان ينعطاها حق بدور بالمجتمع حتى تكون مناصفه مع الرجل. فأنا حبيت كرس هالشغلة وحط وضح لهاي الأمور وانحطها تثبتها يعني وثقها يكون في منحوتي لهالشيء. شاركت بمنحوتات على رؤوس أقلام الرصاص لأتفرد بهالمجال وأبرز رمزية القلم. نحن بالعادة بنكتب بالقلم لنعبر عن نفسيتنا، فحبيت أنا أخلي القلم هو يعبر عن نفسه. قد ايه برأيك المنحوت الخشبية بتعبر عن رمزية معينة أو عن فكرة معينة بحب الفنان يوصلها للجمهور؟ ليكي هلأ مثلا عندي أنا بهاي المنحوتي، مثلا منحوتي هي بتعبر عن حالة، إذا بتطلعي فيها بتشوفي الحياة فيها. يعني أنا لما ببلش بالعمل بحط فيه إحساس، هذا الإحساس هو الخشب أصلا، خشب الزيتون هو لحاله بيعطي إحساس. فأغلب أعمالي من خشب الزيتون، وخشب الزيتون حنون فيه حنية، بيعطي حنية زيادة على العمل، ولما من بيحن أكثر بيصير فيه إحساس، وهذا الإحساس ما حدا بيقدر يشيله منه أبدا. صحيح إنه لغتنا هي هويتنا ومن واجبنا أنه نسعى للحفاظ عليها وتقويتها، لكن من جهة تانية ما بنقدر ننكر أهمية تعلم وإتقان اللغات الأجنبية. نحو آفاق جديدة في تعليم اللغة الفرنسية هو عنوان المؤتمر يلي أقيم في قصر اليونسكو ببيروت، ومن خلاله تم تسليط الضوء على الاختبار الوطني لكفايات تعلم اللغة الفرنسية في نهاية التعليم الأساسي الصف التاسع. لنعرف أكثر عن هالموضوع تابعوا معنا هالتقرير. نحو آفاق جديدة في تعليم اللغة الفرنسية، عنوان لمؤتمر أقيم بقصر اليونسكو في بيروت برعاية وحضور وزير التربية والتعليم العالي إلياس بوصعب. شارك بإقامة هالمؤتمر كل من المركز التربوي للبحوث والإنماء والمعهد الفرنسي بلبنان والمنظمة الدولية الفرنكوفونية ووزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية. نحن عنا سياسة بتقوية كل اللغات، واللغة الفرنسية هي لغة ثانية بعد اللغة العربية الأم. طبعا نحن مهتمين باللغة العربية أولا، اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، لأنه هن ثلاث لغات اللي منعلمهم بالمدارس، وبيكونوا اللغة الأولى اللغة الأم واللغة الثانية الفرنسية أو الإنجليزية حسب المدارس. اللغة الفرنسية لأنه تقريبا 65% من المدارس وتقريبا شي 60% من التلاميذ بيدرسوا باللغة الفرنسية، اللغة الفرنسية والمواد العلمية باللغة الفرنسية. وهيدا ضروري هالاختبار تنقدر نعرف وين نحن اليوم بالنسبة لمعرفة وتمكن تلامذتنا من اللغة الفرنسية، وبيسمح لنا نقدر نبني استراتيجياتنا وسياساتنا التربوية
نقدر نكمل بتقوية اللغات بالعمل مع المعلمين والأساتذة وبالعمل مع الطلاب لاحتراف أكثر اللغات. هذا شيء بيسمح يفتحوا أفاق جديدة لألون بيقدر يتمكنوا من قدراتهم التعليمية وبيقدر يسمح لنا نعتمد طرائق تدريس حديثة، خصوصي أنه هيدا عم يتزامن هالشي للمعرفة لقياس المعرفة مع ورشة المناهج اللي عم نخوضها بوزارة التربية. عن الجهاز الوطني للتقييم الذي هو حديث النشأة، عمره تقريبا 5 سنوات بوزارة التربية. ابتدأ المشروع مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية OEF، وكانت الفكرة أنه يعنى بالتقييم، بإعادة النظر بأساليب التقييم لحتى لتطويره، ولحتى نقدر من خلال عملية التقييم نضوي على إعادة برمجة المناهج، على إعادة توصيف الامتحانات، على إعادة كيفية الكتب المدرسية، كيف بدنا نجددها، كيف بدنا نحدثها. كلنا منعرف أنه جهازنا التربوي صار بده تحديث، صار بده تغيير. ما هي هذه الإجراءات التي ستعتمدونها لتقوية اللغة الفرنسية؟ نعم، الإجراءات، نحن رفعنا توصيات، أعدينا كجهاز وطني للتقييم تقرير فني مفصل فيه النتائج، فيه التحاليل، كيفية إجراءها، وأخيراً التوصيات اللي توصلنا لها والتي سنضعها برسم المعنيين، أعني وزارة التربية بالدرجة الأولى، أعني المركز التربوي للبحوث والإنماء، أعني أيضاً كلية التربية يلي هي المعنية أيضاً بإعداد الأساتذة والتفتيش التربوي. لأول مرة من خلال هالمشروع بوزارة التربية، كل المؤسسات الأساسية المعنية بالمناهج والكتب وإعداد الأساتذة كلها تتكامل وتتفاعل بإطار الجهاز الوطني. هل هنالك تعاون مع وزارة التربية الفرنسية أو مع متخصصين فرنسيين بهدف تقوية هذا المشروع؟ طبعاً نحن تعاوننا مع خبراء فرنسيين، وكان مشكور السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي. أستاذ فادي، في المدارس الرسمية يعني على أيامنا كانوا أساتذة اللغة الفرنسية منهم على درجة كتير عالية من القوة، هل رح يكون في دورات تدريبية أيضا للأساتذة؟ من هيك هو جزء من الخطة أنه كيف يكون في تدريب للأساتذة بشكل مستمر. هلأ عنا أكثر من أداة للتدريب المستمر، منه تدريب عن بعد ومنه تدريب ببرنامج تدريب السنوي للتدريب المستمر، وهيدا بدنا نوصل لمعايير دولية، معايير محطوطة للغات، ونحن هدفنا بدأ وقت بس هدفنا نوصل مع كل المعلمين والمعلمات إلى معايير دولية لإتقان اللغات اللي عم بيعلموا فيها، إن كان اللغة العربية، اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية. هل رح تفرض فرض على كل الطلاب وكل المدارس تعليم اللغة الفرنسية؟ لا، نحن رح حسب اختيار المدرسة أي لغة ثانية عندها، بس اللي رح نعمله أنه نشتغل مع كل المدارس ليكون في مستوى معين من اللغات بيتقنوا المعلمين والأساتذة كما الطلاب، تنقدر نواجه المستقبل، تنقدر نكمل تعليم بشكل سلس وبنجاح وبانفتاح اللي معهود في التربية في لبنان. الأستاذ فادي يرق، شكرا لك. لك أهلا وسهلا، شكرا. بلش الصيف بلبنان وبلشت معه المناسبات الحلوة والأعراس، وهالمرة رح نروح نحن وياكن على مغدوشي صيدا حتى نشوف معرض لارين للأفراح 2016 يلي أقامته إدارة حديقة لارين بحديقة لارين. كل التفاصيل بهالتقرير. مشاهدينا الكرام، نحن اليوم عم نعمل جولة بمهرجان لارين للأعراس والأفراح
اليوم بهالمهرجان مشارك فيه العديد من الشركات من صيدا ومن مختلف المناطق اللبنانية، وكلهم منزلين عروضات بكل الأمور اللي بتتعلق بالأعراس. لارين هي صالة أفراح، هي ويدينغ جاردن أوبن لكل الناس أكيد. بلشنا افتتحنا الصالة من حوالي 4 سنين، وكل سنة عم بيكون عندنا معرض. السنة حبينا يكون المعرض ذات طابع خاص وذات تميز خاص. الشركات المشاركة والأشخاص المهتمين هن من كل لبنان. شرفونا ناس من جوني، ناس من دبي، ناس من الأشرفية، من النبطية، من سور، من الجبل، من صيدا، يعني من بيروت كمان أكيد. يعني حبينا نجمع كل الناس هون. غالبا اتكلوا الصبايا السنة على البرنسس كات، رجعت قويت، كنا نشوف الاشياء السامبل هلا رجعت قويت. حتى الفستان لما بيكون في شكات عم نحط عليه فراك، يعني الفوليوم بفستان العرس عم بيكون كثير مرغوب عند كل الصبايا بالمبدا. إجمالاً نحن متبعين طريقة جديدة، كل سنة منجدد أسطولنا بيرضي كل الأذواق وكل الزبونات. هي المجلة بتضم كل شيء بهم العروس لتحضر عرسها. بداية أكيد العروس بهم أول شيء فستان عرسها، طلتها كميك أب وشعر. أكيد بس تخلص ترتاح من حالها بتصير بقى تهتم بعرسها. أول شيء الموقع، ثاني شيء تنظيم الموقع، ديزاين تبع طاولاته، الورد كيف بده، مين بده يزفها، اللايتنج قديش بدها تكون حلوه، تصوير مين بده يصورها، يعني حدا بده يعني بيعطيها الصوره اللي هي بتحبها. واكيد عندك سيارات العروس، واذا في انترتينمنت من زفات ومن او ون مان شو، كله بتلاقي بهالمجله هيدا شواء لها او امكانيه تقدر تتلفن له وتروح لعنده وتاخذ افكاره. اكيد بالمجله كمان بيكون موجود اكثر من فكره. اب تو ديت بنكون مع الشوكولا والموديلات والزينه وبنخترع قصص جديد. بالنهايه نحن عندنا موديلات بيميزونا عن غيرنا، مثل ما بتشوفي هون في عندنا عده موديلات هن اللي بيكونوا سبيشالتيز تبعنا، وحسب هي العروس شو بتحب. او حتى نحن مش بس ناخذ اعراس، في عندنا نيو بورن، في عندنا عده مناسبات، يعني حتى انجيجمنت. بنتميز اول شيء باللحمه والدجاج وكل الاشياء، نحن عنا طازه والحمد لله انه نحن معروفين هون. عندنا المأكولات الشرقيه والغربيه واسماك وعلى انواعها كلها، وعنا قسم الباتيستري كمان كثير اوريجينال. يعني نحن اول ما توصل العروس لعنا معناتها هي عطيتنا ثقتها لحتى تجي لعنا تختارنا نحن باهم نهار بحياتها، فنحن لازم نكون اهل لهالثقه. هلا عم نشتغل دائما ناخذ افكار من العروس، بنشوف شو هي الاشياء اللي بتحبها. اوكي، هو صاله مفتوحه تقريبا بنعمل فيها اعراس، احتفالات، خطبه، شو ما كانت الاحتفالات من اي نوع. وعندنا الريو بلازا هو كل شيء اكل، عندنا 4 انواع مطاعم، لبناني، فرنسي، ايطالي، امريكي، ونحن بننسق مع الاثنين انه في يقدم كل شيء اكل للاعراس، في يقدم كمان كل شيء طاولات وديزاينز وكل شيء. مثل ما بنعرف انه العروس بتحتاج مثل ما بتجهز حالها كمان تجهز بيتها كذا، فهيدي الميزون دا تقدم، انا برسم يعني فنانه تشكيليه مثل ما انت، فبتقدم لي تابلو كديكوريشن كمان لبيتها. بمجال الاعراس هلا اكثر شيء صار دارج هو البري ويدنج فوتوشوت، اللي هي العريس والعروس بيروحوا قبل مده معينه من نهار العرس، يمكن قبل باسبوعين، قبل بثلاثه، بيتصوروا فوتوشوت، بتكون شوي مهضومه، في لها ستايل خواريف مكتفه، عندنا كبسه، عندنا مندي، عندنا كباب شاميه، عندنا اوزي براق. شو اكثر شيء بيطلبوها العرسان بليله السقف؟ مناسف، اكثر شيء من طلب المناسف، لحم ودجاج. واحد
نصيحة، شو هي النصيحة اللي بتحبي توجهيها لكل عروس؟ أنا بقولها للعروس تهتم بحالها قبل العرس، مينيموم تاخذ شهر أو شهرين قبل العرس لحتى تحضر بشرتها، تشتغل عليها، حتى كمان